وبنفس الوقت اللي اجتمع فيها النجوم في دبي، حدث ثاني شهدت الإمارات أمس وهو انطلاق حفلات موسم هلا خرفكان، والافتتاح جاء مع عباد الجوهر ورحمة رياض، والتفاصيل في تراكينج ستوري نمبر 2. حقيقة أنا غنيت الإمارات كثير من عام 74، بس ما غنيت في خرفكان. أول مرة ألتقي الجمهور الكريم هنا في خرفكان، وسعيد جدا أني أغني في بقعة الحقيقة من أجمل بقعة العالم. فبأجواء طبيعة خرفكان والهندسة المعمارية الفنية، عاش الحضور أمسية طربية مع أجمل أغاني عباد الجوهر. عيونك آخر آماني وليلي أطول من اليم. وعباد اللي ما يفوت فرصة لدعم النجوم الشباب، شاركنا رأيه برحمة رياض اللي لأول مرة بيجتمع معاها بحفل. أنا دائما أسعد بأي فنان يشاركني حفلاتي أو أنا أشاركه حفلاته. رحمة من الأصوات الجميلة الحقيقة، وأنا أعرفها من أول وسمعتها من أول، وسعيد بمشاركتها اليوم معايا. وأتمنى إن شاء الله نلتقي في حفلات قادمة بإذن الله. وبدورها رحمة كلمتنا عن سعادتها لتواجدها إلى جانب عباد الجوهر، ولكن هالحماس والفرح ما أخفى توترها لإحيائها حفل المرة الأولى في خرفكان. أكيد الشعور يخوف لأنه ما ملتقي بالجمهور هنا، أول مرة أقعد وأغني وأني شخص هايبر يحب يتحرك، فكنت متوترة بالبداية. بعدين الأمور صارت طيبة والجمهور ما شاء الله كان رائع، وكنا عبالك واحد قاعد ببيته قاعد يغني. والله كان في حميمية، يعني كان في حب متبادل بيني وبين الجمهور الحمد لله. وعلى ضوء هواتف الجمهور واللي زاد من سحر المكان، غنت رحمة الكوكب. ولأن الكوكب حاليا مشغول بقرب انطلاق كأس العالم لكرة القدم، فكان ضروري نسأل رحمة عن أغنية Light the Sky، أحد الأغاني الرسمية للمونديال واللي شاركت فيه إلى جانب بلقيس، نورة فتحي ومنال. وإحنا قاعد نستضيف حدث مهم عالمي بعالمنا العربي، فخورة جدا أكون مشاركة وجزء من هذا النجاح وجزء من هاي الاستضافة المهمة. مبسوطة بمشاركتي ومبسوطة بالاختلاف اللي قدمتها، أني قدمت أغنية بالإنجليش، مع أنه الناس كانت مستغربة أنه غنينا بالإنجليزي وإحنا عرب. بس أنا أشوف أنه تنوع الثقافات واللغات، وبما أنه هواية فنانين أجانب مثل شاكيرا وغيرها غنوا انجليزي وهم لاتن، فاني عربيه واغني لها انجليزي، ليش لا يعني؟ واحنا نقدر ونستطيع ان نوصل للعالميه بلغتنا او بلغتهم. ورحمه مؤخرا وصلت لساحه تايم سكوير في نيويورك، فصورتها تصدرت لوحه اعلانيه لكونها سفيره بلاي ليست ايكوال اريبيا لمنصه سبوتيفاي للشهر الماضي. ومع هالصوره بتكون رحمه هي اول فنانه عراقيه بتنعرض صورتها في الميدان الشهير. والله شوفي، يعني انا دائما كنت أطمح أني أوصل، ما أعرف حدودي وين أوصل، بس ما أعرف وين، بس المهم أوصل مكان بعيد، أوصل لنجاح كبير. جتي موضوع البوستر تبع تايمز سكوير بنيويورك، صراحة شيء أنا كلش أفتخر بي. هذا مو بس مجهودي بصراحة، نكون واقعين، هذا مجهود كل من شارك بنجاح رحمة، إن كان شركتي إن كان هم سبوتيفاي اللي انطوني هاي الثقة وانطوني هيجي مكاني مكان أكون موجودة بي. بس يعني فرحانة كلش، وانتي تعرفين الإعلام العراقي دائما متعطش لفنانيننا، وإحنا الفنانات العراقيات قلت لك بسيطين ومعدودين على صابع، فوحدة من عندنا توصل للعالمية كأنه الكل وصل.